إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. المسجد صغير مما يجعل بعض المصلين يصلون خارجه عند امتلائه أمام الإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في صلاة الجماعة أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته، لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، لأن من أمامه يعني الإمام معناه هو المقصود المتقدم، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. فإن دعت الحاجة إلى تقدم المأموم على الإمام كما ورد في السؤال من الزحام والامتلاء خاصة للمسبوقين، فلا حرج على المأموم في ذلك بأن يتقدم على الإمام، عملا بقول السادة المالكية في هذه المسألة بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة. والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.